اليوم مشينا للفرماسيان بغينا نشريو الدواء، لقينا داك الشيء كله سد. اي فرماسيان مشينا ليها تلقاوها ساده. انا في نيت الضيق التنفس شويه، بغيت الفونطولين، تنستعمل داك فونطولين ما وما لقاو الفرماسيانات سادين. هذا الشيء ماشي معقول. وانا كما قلت لكم انا عندي الضيق التنفس، انا محتاج لديك فونطولين، باغيها محتاجها، ولكن اضراب عام قال لك سد كل شيء. المواطنين ما تيعرفوش لكم هذاك الشيء، تيبغيو غير ياخذوا المسائل ديالهم ومشيو في حالهم، حيت كل واحد تيدير مصلحته وكل واحد كي المواطن كما قلت لك باغي يهد الدواء ديالو في فرماسيان يقضي غرضه ويمشي في حاله. انا واحد منهم، انا مواطن، انا محتاج تنستعمل الرابوز ديالي تضيق التنفس، ما كل شيء سد. ونتمنى يطلقوا لينا في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. فرماسيان السادين دابا ولا مريض مسكين فيه الموت تيموت، خاصو ضروري يشري الدواء، ضروري خصهم يفتحوا واخا فرماسيان في كل حومه يفتحوا فيها فرماسي، حيت كاين راه عباد الله تيموتوا مساكن. كاين اللي مريض وما عنده منين يجيب الدواء، كاين اللي الدواء ديالو تقاضى خصو يشريه، لا ما شراهش غيموت. علاش دايرين الاضراب زعما؟ ما فهمتش انا اش يديروا الاضراب هاد الفرماسيانات هادو، شنو خاصهم؟ اش من ما عندهمش الحقوق؟ راه عندهم حقوقهم الكامله، هما دايرين اكثر من البوليس. تدخل عنده لتما كيبغي يدير لك تحقيق، ما كيعطيكش شي وقت، ما تيهضرش معاك حتى زوين ولا يكبر بيك ولا خويا شنو خصك. من هذا المنبر نقول لك فرماسيانات راه شبعوا، من داروا الاضراب راه شبعوا فلوس، مال السبيطارات حتى هما ما يديروش الاضراب، ما خصهمش يديروا الاضراب كاملين في دقه واحده. عاش كاين عباد الله مريض مساكن، خص ضروري ضروري شي فرماسيين يكون حاب، باش اللي مريض ولا كذا يلقى فين الدواء اخويا العزيز.